يا مساء الخير ويا مساء السعادة والفرح لنا ولكم متابعين وغالين، ويا هلا فيكم. كيفكم؟ عساكم طيبين إن شاء الله. اليوم عندي سالفة بسيطة وفيها درس عظيم. هذا واحد شاب يقول كنت أمشي في الشارع، يقول أحس زي العصا يعني تضرب من رجله من خلف، يقول فحسيت بغضب وزعلت. يقول أنا التفت بسرعة أشوف من هو اللي يضربني في رجلي، يقول تفاجأت اللي يضربني في رجلي رجل أعمى يتحسس طريقه بالعصا. يقول سبحان الله فجأة تحولت مشاعر الغضب عندي إلى مشاعر الشفقة. يقول خدته إلى المكان اللي هو يبغاه، فعرفت أن مشاعر الإنسان تتغير عندما يغير فهمه وتحليله للمواقف. فكم ظلمنا أناسا لم يكن قصده ما فهمنا. أحسن الظن ولا تتسرع في الحكم على الأمور. سبحان الله بسبب سوء الظن وش حصلنا؟ كرهنا بعضنا وقل لقاؤنا وقطعنا أرحامنا وأحبابنا. فاسأل الله دائما حسن الظن بالناس، ففيه راحة للقلب وسلامة للصدر.